السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء. اليوم لدينا ضيف عزيز من دولة الإمارات العربية المتحدة، الأخ عبد الكريم الزرعوني أبو أحمد. اليوم ضيفنا رجل محترم، وهو السيد معتز أحمد القضاة. تسلم. رجل معروف في الأوساط السياسية. ضيفنا ضيف أرارات للسياحة، ضيفي الخاص شخصية معروفة في الإعلام العربي، الأستاذ الدبلوماسي الدكتور معتز كوكش. اليوم ضيوف قدموا إلى أرمينيا من سلطنة عمان، والضيف هو الإعلامي ومذيع قناة سلطنة عمان السيد قيس البوسعيدي. السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء. اليوم لدينا ضيف عزيز من دولة الإمارات العربية المتحدة، الأخ عبد الكريم الزرعوني أبو أحمد. خلينا نتكلم معه، شو شنو رأيه، شو يقول لنا عن أرمينيا، صار لكم يوم في أرمينيا. ما كم وضحنا. تنصحون أصدقائكم معارفكم بزيارة أرمينيا؟ هل البلد آمن؟ هل البلد يستحق العوائل زيارته؟ يستحق العوائل أم بلد سياحي شبابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أنا أشكرك أبو العزيز الأخ أحمد الأخ هاي الجميلات. نحن طبعا أنا قررت في جلسة العيد الأضحى المبارك إني أطلع مع العائلة، وقعدت أبحث عن أي دولة ممكن أنا أزورها، و في بالي أرمينيا. قلنا كدولة لأول مرة نزورها، فبحثنا في النت وشفت لك فيديوهات طيبة، وتواصلنا معك طبعا شخصيا، والحمد لله استقبلنا في المطار بأحسن استقبال. خلال أسبوع زيارتنا طبعاً عن البلد، إن البلد آمن جداً، آمن وسياحي نقدر نقول بالدرجة الأولى، مناطق سياحية ممتازة كمدينة سياحية مدينة يريبان ممتازة، أيضاً تصلح للتسوق. رداً على سؤالك أو إجابة المشاهد، إن هل تصلح عائلياً؟ نعم تصلح للعوائل. شاهدنا كثير من العوائل من العربية من كل الدول، يعني كذا دولة. بصراحة ليش أنت سؤال أبو أحمد؟ لأنه باليوتيوب تابعت بعض اليوتيوبر أو البلوجر يقول كلام للدول العرب، سواء قائدين كالدول العرب، يقول أرمينيا بلد لا يصلح للعوائل، ولذلك بالعكس بلد يصلح للعوائل ويصلح هذا. شوف البلد آمن لأن ما حد عرفنا، ما حد مشيت سواء بالليل بالنهار في سهرة ما حد يتكلم في الأشياء المتوفرة. بالنسبة الناس ممكن تسأل سؤال آخر، هل الأكل متوفر في الحلال؟ سؤال نعم مجمل لحديثنا نقدر نعطيها بلد سياحي 98%. منظمة السياحة الدولية أرمينيا تقريبا من ضمن قائمة أحد الدول العشرة اللي يشجعون السواح للزيارة، أولا من ناحية الأمان، من ناحية كبلد سياحي، كبلد عمارة متحف في وقت تحت السماء، وكبلد في كثرة الكنائس والأديرة قبل 1000 سنة. نشكر أخونا اليوم ضيفنا رجل محترم، وهو السيد معتز أحمد القضاة. تسلم. رجل معروف في الأوساط السياسية، تسلم. وزير الثقافة في مملكة الأردنية الهاشمية، والد الضيف. شرفنا اليوم برافقتكم حبيبي. أنا العائلة الكريمة معنا رافقناهم اليوم مع أرارات السياحة. كيف حالكم؟ يعطيكم العافية. وأبو مسيس السيد عايك دانيال، فعلا
يعني إنسان فاضل ما شاء الله، قمة في الأدب والاحترام. والشرح شرحه رائع جدا ما شاء الله، والأماكن اللي أخذنا عليها أماكن رائعة جدا، وتعامل وصادق في كل شيء. الله يخليك. يعني البرنامج اللي بعثنا إياه من حذافير بل زيادة زيادة على البرنامج. تدلله. وإحنا مبسوطين جدا، وبال كأجواء كطبيعة. الطبيعة يعني أنا صدمت صراحة، صدقا إني أنا صدمت، لم أتوقع إنه أرمينيا بهذه الجمال أكيد. والأجواء بهذه الجمال. إحنا إجينا من دبي، دبي أنا بعمل بالإمارات، ودبي درجة الحرارة 47 درجة مئوية. واليوم اليوم درجة الحرارة حاليا عن بحيرة سيفان 18 درجة مئوية. وهسه الساعة 2:30. الساعة 2:30 وبردانين. ما شاء الله كل شيء رائع، جميل جدا جداً. والخدمات المقدمة من أرارات للسياحة مش بوجه أبو مسيس. الله يخليك. خدمات رائعة جدا جدا جدا، سواء من الإقامة أو من الوسائل النقل، يعني أو الأماكن اللي رحناها اليوم، حتى بلزاد على البرنامج، يعني في أمور خارجة عن البرنامج تدلنه. ما قصر. كل الاحترام، كل الاحترام، كل الشكر والاحترام للأخ معتز أحمد القضاة. شرف لنا طبعا العرافة. استغفر الله يا سيدي، عن جد شرف. استغفر الله. استغفر الله. ضيفنا ضيف أرارات للسياحة، وضيفي الخاص الشخصية المعروفة في الإعلام العربي، صار لهم 5 أيام في أرمينيا، رافقناهم وكان شرف كبير لنا. نعرفكم بالأستاذ الدبلوماسي الدكتور معتز كوكش، وخلني نسمع رأيه عن أرمينيا. تفضل دكتور. الله يحييك أبو مسيس، شكرا. أول شيء شكرا على الآيس كريم، يعني كانت رائعة جدا. على فكرة اللي بيجون أرمينيا لازم يجربوا الآيس كريم في أرمينيا، له نكهة خاصة. طبعا بالعودة إلى جولتي، جولتي يمكن كانت قصيرة 5 أيام. صراحة أنا يعني اللي شفت أو حتى اللي تعلمت، أنا ما راح أقول اللي شفت وجيت سياحة، أنا تعلمت من أخونا دانيال هايك، تعلمت كثير، عرفت أشياء كثير عن أرمينيا أنا ما كنت أعرفها. بلد يعني جدا جميلة، وعلى قولتك هواية حلوة. كلش حلوة. فيعني 5 أيام ممكن أقضيها 5 أيام. أنا طبعا أول يومين كنت في منطقة بالضبط، هي هذه منطقة طبعا يعني منتجع ثلجي، وتواجدنا طبعا مع بداية تساقط الثلوج، وكان يعني أيام ممتعة جدا. فكانت يعني تواجدنا في المنتجع الثلجي مع بداية تساقط الثلوج، تساقط الثلوج بغزارة لمدة يومين، كانت قمة المتعة. هي خربطت شغلنا يعني، بس بالنسبة لنا كانت متعة يعني صراحة. انطلقنا بالتلفريك اثناء تساقط الثلوج، وعجبني هذا الموضوع جدا، يعني انه حتى اثناء تساقط الثلوج ما توقفت الفعاليات الثلجيه، شفنا الناس اكثر تطلع بالتلفريك، وشفنا الناس تتزلج، والحياه مستمره يعني رغم من كثافه الثلوج وتساقطها، الا انه الحياه مستمره جدا، وحتى ادارات الطرق عندهم فتح الطرق باستمرار بالثلوج وما شابه. بعدين توجهنا لمنطقه يربان، وطبعا رحنا زرنا بحيره سيفان. إذا جيتم مع أرارات أو مع بوماسيس لازم يأخذكم على مطعم السمك، عندهم مطاعم السمك هناك، وذكروا الحركة هذه، بس أصوركم الحركة هذه، لأن السمك كبير، فجربوا السمك النهري، عندهم سمك البحيرة، سمك رائع جدا. طبعا يربان، يربان هي منطقة تاريخية، جنون العمارة، لما تتكلم على الجنون الهندسي، جنون العمارة والنحت، لازم تزور يربان. أنا زرت مدن كثيرة حول العالم، ولكن اللي شفته في يربان، ولا تعلمت من أبو ماسيس، يعني كان درس ثقافي تاريخي ما راح أقدر أوفيه حقه لو قلت كلمة. شرف لنا هذا. فيعني أنا إنسان أحب المطالعة، أحب القراءة، لكن تعلمت ومرت علي معلومات لأول مرة أسمعها صراحة، وأنا يعني أنصحكم فعلاً بزيارة أرمينيا، زيارة يربان، أماكن كثيرة. يمكن طبعاً كل شرحه والكلام على النصب، يمكن راح للنصب الأحرف الكرية، والنصب الجديد، عندك الإبادة الجماعية، النصب الإبادة الجماعية المدرج رحنا اليوم، مدرجات داخلة، هذا طبعاً بحد ذاته خيال، يعني قد ما وصلتكم إلى جنون هندسة معمارية، فعلاً جنون هندسة معمارية. أيضاً في معابد، في معبد جارني. معبد أنا اعذروني 5 أيام ما قدرت أحفظ الأسماء، شفته صعبة شوي، لكن أبو ماسيس ما شاء الله يعني في سنة. شكراً لك عن جد، يعني هذا كانت من أجمل الزيارات. أنا بعد ساعة راح أغادر
يا ربان. وإن شاء الله يكون نصيب بعد شهرين بزيارة أخرى بس 10 أيام. أهلاً وسهلاً. طبعاً أكيد شفت شو حتى شخصية مثل جنابة 4-5 أيام قليل. أنا والله صراحة أنا شوف لما جيت أنا في وسط الشتاء الحين على الوصف اللي وصف لي أبو ماسيس إنه يعني ممكن يشوف الربيع والربيع بيارفان بالمل بالمناطق الثانية راح يكون منظر ممتع وجدا ممتع. فأنا إن شاء الله قريبا جدا راح أطلع عليكم مرة ثانية لكن من موبايلي وعلى الهواء مباشرة وفي مفاجأة قريبا انتظرونا إن شاء الله. وكان صديقنا سائحنا اليوم الدكتور معتز كوتش مثل ما قلنا مستشار دبلوماسي إعلامي معروف في الأوساط العربية. شرف لنا كبير. شكرا لكرم سلطنة عمان. والضيف هو الإعلامي ومذيع قناة سلطنة عمان السيد قيس البوسعيدي. قدموا إلى أرمينيا منذ أسبوع أو أكثر ورافقناهم في جولاتنا وأريد أشوف رأيه حول أرمينيا وحول السياحة في أرمينيا وهل يشجع معارفه وأصدقاء من زيارة أرمينيا ولا لا؟ في الحقيقة كنا نفكر من فترة أن نزور بلد فيها طبيعة جميلة ورائعة فقررنا أن نأتي هنا إلى أرمينيا. في الحقيقة حاولنا قدر الإمكان أن يكون هناك تنسيق مسبق مع شركة سياحية وفعلا توفقنا والحمد لله مع شركة أرارات السياحية. هذه الشركة التي كان معنا خلال رحلتنا أبو ماسيس. في الحقيقة البلد في غاية الروعة والجمال فهي متنوعة من ناحية المناظر من ناحية التضاريس فتجد هناك السهول تجد هناك الأنهار تجد هناك الجبال تجد حتى الثلوج في قمم إحدى الجبال المشهورة عندهم. فالسياحة والأماكن السياحية تستحق الزيارة فعلا يعني بلد سياحي من الدرجة الأولى. وإذا تحدثنا عن الشعب هنا فشعب الحقيقة يتسم بأخلاق رفيعة جدا وهادي ومتعاون وتتوفر هنا في أرمينيا كل الوسائل لراحة السائح. في الحقيقة يعني حسب ما لمسناه خلال فترة مكوثنا هنا لمدة 10 أيام. وفي الحقيقة أتمنى التوفيق والتقدم والازدهار لهذا البلد العظيم وإن شاء الله نتمنى أيضا زيارة مرة. شكرا جزيلا. طبعا شكرا جزيلا وتعذرون من التقصير إذا بالعكس أي تقصير حصل من عندنا بالعكس. ونشكر السيد قيس البوسعيدي على الفكرة اللي كونها عن جمهورية أرمينيا وعن الشعب الأرمني. وايضا نتقدم لك بالشكر ابو ماسيس الحقيقه كنت معنا الله يخليك وصديق ووفرت لنا كل وسائل الراحه اشكرك اشكرك التقيكم في لقاءات اخرى. كان معكم ابو ماسيس من أرارات للسياحه.